مساء الخير يا باشمهندسين، النهاردة هنكمل لوحة الصرف الصحي، هنطبق على رسمة ان شاء الله. اول حاجة عندنا هنمسك الرسمة دي، هنيجي هنا. احنا طبعا خدنا المرة اللي فاتت المصطلحات بتاعت الرموز والاشكال اللي عندي، ومثلا البانيو يبقى به ألف، السخين بعمله سيركل كده وبيبقى سين خاء، الحوض ضاد، المرحاض ميم فيه، السيفون سين، وهكذا. عمود العمل عين عين عين، عمود الصرف عين صاد. طيب أنا همسك دلوقتي البلان ده، مثلا الدور الأرضي، همسك الدور الأرضي، هصرف الدور الأرضي ازاي؟ أول حاجة الحاجات اللي بيبقى فيها مية زي حوض الوش، حوض الغسيل، البانيو، بصرفها على سيفون، ومن السيفون على جليتراب، والجليتراب على غرفة التفتيش. طيب بالنسبة للمرحاض بصرفه على غرفة التفتيش دايركت على طول. ده كده بالنسبة للدور الأرضي. أي مية أصرفها على السيفون، ومن السيفون على جليتراب وغرفة التفتيش، والمرحاض على غرفة التفتيش دايركت. طب لما نيجي للأدوار اللي فوقيها، الأدوار المتكررة اللي فوقيها، بيبقى عندي ماسورتين. أول حاجة بيبقى عندي عمود عمل، وبيبقى عندي عمود صرف. احنا اتفقنا ان عمود العمل للمراحيض وخلافه، واتفقنا ان عمود الصرف للمية زي الأحواض والبانيو وهكذا. فبيبتدوا في الأدوار المتكررة. الأدوار المتكررة طبعا ما بيبقاش باين فيها أصلا غير الماسورة بتاعة عمود العمل طالعة ازاي، والماسورة بتاعة عمود الصرف طالعة ازاي. طيب الأدوار المتكررة، هبتدي إني أنا أصرف الحوض وأصرف البانيو على والسيفون على عمود الصرف، ومن عمود الصرف على الجليتراب، والجليتراب على غرفة التفتيش. طيب وعمود العمل هصرف المراحيض على عمود العمل، ومن عمود العمل على غرفة التفتيش دايركت. ببتدي إني أنا أعمل كده ما بي في كل ما اجي اصرف، هبتدي اني انا اطلع على غرفة التفتيش. جالي هنا حمام تاني فطلعته على غرفة تفتيش تانية. طب نيجي كده نشوف الرسمة ككل، هنلاقي الرسمة هنا. انا هنا صرفت الجزء ده على غرفة التفتيش، وصرفت الجزء ده على غرفة التفتيش. طب وصرفت الجزء ده برضه على غرفة التفتيش. طيب المفروض كل غرفة تفتيش دي تتجمع وتروح على المجاري العمومية أو المنهول. طيب المسافة من هنا لحد ما تروح للمجاري العمومية كبيرة جدا، فببتدي مع كل لفة مع كل كوع أعمل غرفة تفتيش تانية، عشان لما الحاجة تمشي لو في حاجة انسدت هنا، أو في حاجة أقدر إني أنا أعملها، أقدر إني أنا أتصرف فيها. هنا جات لي لفة تانية فحطيت هنا غرفة تفتيش تانية، وبعد كده غرفة التفتيش كلها هتتجمع على غرفة تفتيش واحدة، وهتصرف على المجاري العمومية. ده كده بالنسبة للدور الأرضي وبالنسبة للدور المتكرر. يبقى خلاصة الموضوع إن الدور الأرضي ببتدي اني انا اصرف الاحواض، البانيو، الحاجات اللي فيها مية على السيفون، ومن السيفون على الجليتراب، وبعد كده على غرفة التفتيش. طيب بالنسبة للمراحيض ببتدي ان انا اصرفها على غرفة التفتيش دايركت. طيب ده كده بالنسبة للدور الارضي. طب الدور الاول زي ما اتفقنا قلنا اللي هي المراحيض بنصرفها على عمود العمل، ومن عمود العمل على وغرفة التفتيش. طيب وبالنسبة لأجهزة الصرف، أجهزة المية، بصرفها على عمود الصرف، ومن عمود الصرف على الجليتراب، والجليتراب على غرفة التفتيش. كده يبقى احنا كده خلصنا لوحة الصرف الصحي. ومنسيش اكتب الجدول، لازم اكتب الرموز والأشكال، المصطلح والرمز والبيان بتاعه بيكون عامل ازاي.